أيها السادة والسيدات، السلام الله عليكم، أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة أكادير والملعب الكبير الذي يحتضن مباراة الجولة 19 من الدوري الاحترافي لكرة القدم بين حسنية أكادير والفتح الرباطي. مباراة هامة جدا لعبد الهادي السكتيوي وأبنائه يطمحون لتقديم أفضل العروض في هذه المباراة. محمد البارودي على مستوى الفار ورفقة عبد الحق مستغفر ثنائي الفار في هذه المواجهة الحسنية هنا في الملعب الكبير لمدينة أكادير. تنطلق هذه المواجهة يا سادة من أقدام لاعبي الفتح الرباطي، الفتح وصلاح المصدق الذي يواجه رفاق الأمس في مباراة اليوم. هذه العودة التي يراهن عليها عبد الهادي السكتيوي كثيرا، الانطلاقة للفتح والتسديدة للفتح، لكن بعيدا عن مرمى الحارس مهدي الجرباوي هو الاختبار في هذه المباراة للفتح الرباطي رضا العلاوي. مباراة تبدأ بحضر كبير من طرف المجموعتين، معنا واحد منهم يحاول أن يلعب على نقاط ضعف المنافس، كل واحد منهم يعلم أنها مباراة ستلعب على جزئيات بسيطة بسيطة جدا، لكنها ستصنع الفارق. إمكاني من جويس، يسدد جويس والتدخل من دفاع الفتح الرباطي، هذه أول كرة في المباراة. كاتي جويس كاتلوندي كان بإمكانه لو ركز أنه يكون أقرب لمرمى الحارس رشيد غنيمي هو الاختبار في هذه المباراة. تصل الكرة للقائد باسل، وصل كورتو من الطرف الأيمن بلال الودغيري، كرة للأمام لمصدق، لكن التغطية من دفاع حسنية أكادير، إمكانية اللحاق بالكرة لكن كانت أطول منه. كرة في التماس لفريق الفتح الرباطي. عبد الهادي السكتيوي يخاطب حكم المباراة، يحافظ على كورتو، يحافظ على كورتو، يمشي بها للجاليسر عند كاتلوندي، كاتلوندي يلعبها للحسني ابراهيم دحمون في منطقة الجزاء من يانيس، لكن ضربة مرمى للحارس رشيد غنيمي. ربع ساعة الأولى من المباراة تمر والنتيجة على حالها والأوضاع كما هي، ومهدي الباسل يبحث عن التعامل مع هذه الفرصة، إمكانية لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. كرة ثابتة كان بإمكانه أن تمنح الحل، كرة في منطقة الجزاء يلحق بها ويسددها لكن بعيدا عن المرمى. مهدي الباسل، كرة ثابتة تنقل الخطورة لمنطقة الحسنية، كرة للفتح الرباطي تلعب في منطقة الجزاء، إمكانية هدف وتألق الحارس الجرباوي، باراد ويباراد، تدخل ويتدخل في الكرة الماضية لحارس مرمى الحسنية لكن الرأي مرفوعة. كرة ممتازة جدا للإعادة لما حدث، ربما الحكم شاف أنه كانت لمسة يد في الكرة الماضية للفتح الرباطي من طرف رضا العلاوي. كرة للأمام، حميد يا حميد يا حميد يا حميد يا حميد حميد يا حميد، والهدف الأول في المباراة يا سادة، الهدف الأول يا سادة في مباراة اليوم من قدم يا حداد. صعب أنك تخطئ أمام لاعب بجودة فنية عالية اسمه حميد حداد الذي لم يحتفل بهذا الهدف احتراما لجماهير حسنية أكادير لولاد حومته. كرة ثابتة للحسنية، يانيس في منطقة الجزاء، كاتلوندي وخروج الحارس غنيمي، مازال الخطورة للحسنية، تحضير الكرة من جديد لحسنية أكادير، إمكانية من حبيب باي 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 في الكرة الماضية، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان للحسنية عبر المدافع السنغالي حسن باي. أن الإعادة لما حدث، خروج رشيد غنيمي بعد الكرة بشكل خاطئ، لكن ياسين رامي رجعها في منطقة الجزاء، باي سددها في المرة الأولى والمرة الثانية من قيدي، لكن الثالثة ما كانتش ثابتة، وبالتالي أي إمكانية للبناء من خط الوسط، وهذا اللي برر عجز الفريق على الوصول للمرمى. يانيس 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 يا يانيس، يسدد يانيس المدة، وكان بالإمكان أن الأحوال تكون مختلفة والأوضاع مختلفة تماما هذه المرة. جودة مجهود فردي يقدر ويحترم عليه كثيرا من طرف عبد الهادي السكتيوي. يانيس المدن للامام للفتح، حميد حداد، حميد حميد ينقل كورتو الامين، امين 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 للامام، امين للامام، فرصه وهي فرصه والهدف الثاني يا ساده لكن راي مرفوعه، فرصه وهي فرصه لكن راي مرفوعه من طرف الحكم
المساعد الذي يرفع الراية معلنا عن حالة شرود في ثاني دقائق الوقت البدل الضائع. يس المدن مرة أخرى سيحاول أنه يلعب في القائمة الأول، تركيز على القائمة الأول السنلل لقد قوة طول القمان. الكرة مشددة للحسنية والتدخل من دفاع فريق الفتح الرباطي تعود لحسنية أكادير. رسالة المرة للحارس رشيد غنيمي والحكم يتوجه للإعلان عن الجولة الأولى بتفوق الفتح الرباطي بهدف لصفر أمام حسنية أكادير. من قدم كاتلوندي تنطلق الجولة الثانية، كرة ليانيس المدن وصل على مستوى محور خط الدفاع لباي الحارس مهدي الجرباوي، تتحول الكرة من جديد على مستوى خط الدفاع. ياسين رامي الطرف الأيمن لحسنية أكادير، والتحول من الطرف الأيمن لحسنية وللفتح الرباطي. حميد 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 ينتظر العنصر المتعرض من الرقابة، إمكانية والتسديد والإمكانية لهدف لولا تألق الحارس في الكرة الماضية. المتألق مادي الجرباوي كان بإمكانه الفتح الرباطي أن يسجل ثاني هدفه في هذه المباراة. شوف الجودة في التعامل، حميد أحدد ولمسن اللي راوغ وسدد تسديدة ممتازة جدا. كرة في منطقة الجزاء، كرة في منطقة الجزاء والتدخل، التدخل في الكرة الماضية. جمال بن بصري كرة أخرى تستدعي التدخل واستشارة الفار بخصوص ما حدث في الكرة الماضية. هنا الإعادة للكرة الماضية وتدخل مدافع الفتح الرباطي. السؤال والجواب الذي يبحث عنه حكم المباراة أو السؤال الذي يبحث عن إجابة له، هل كان هناك قصد من مدافع الفتح الرباطي؟ هل كانت هناك لمسة يد أو لا؟ سننتظر الجواب من طرف حكم هذه المباراة سيد جمال البصري الذي يتابع ما حدث في منطقة الجزاء. حسنية أكادير زاوية أوضح أمام حكم المباراة، فسح المجال أمامه لاتخاذ القرار السليم من مختلف الزوايا المتاحة. سننتظر قرار حكم المباراة سيد جمال بالبصري الذي يحيط بالحالة من مختلف جوانبها لإصدار القرار الذي يتناسب وطبيعة ما حدث. المرة الثالثة في هذه المباراة التي يستشير فيها الفار، والمرة الأولى التي يتحول فيها لشاشة الفار السيد جمال بن بصري. نحن نقترب من انقضاء ما يقارب الساعة من اللعب من هذه المباراة بين حسنية أكادير والفتح الرباطي. سيد جمال بالبصري يعود إلى أرضية الملعب لإصدار القرار الذي يتناسب وطبيعة ما حدث في الكرة الماضية. ننتظر قرار حكم المباراة جمال بالبصري يقول بعد العودة للفار هناك ضربة جزاء لحسنية أكادير في حدود الدقيقة 58 من هذه المواجهة. يانيس في التنفيذ والهدف، هدف التعادل لحسنية أكادير، هدف يشعل المدرجات ونفع أضرار سعادة مناصري الحسنية بهدف من نقطة الجزاء ليانيس المدن الذي وفق في تعديل النتيجة في إعادة الأمور إلى نصاب على مستوى النتيجة في انتظار النصف ساعة الأخير من هذه المباراة. أرسل الكرة من حمزة القلعي، حمزة الشريمنا لحسنية أكادير، نقل الكرة من يانيس، يانيس في منطقة الجزاء كاتلوندي لم يلحق بالكرة الماضية. كاتلوندي تشويس اللاعب الكونغولي كانت كرة ممتازة جدا
لعب له كرة بالمقص في منطقة الجزاء يانيس المدن للإعادة جودة الكرة في منطقة الجزاء كانت ممكن يلبسها لا كانت وقت تتركها لمرمى الحارس رشيد حتى عن استعادة توازنه في الجولة الثانية بدخول هنوري عبد الصمد البدوي مباراة صعبة انك تتكهن بمن سينتصر ومن سينتصر بنقاط 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 يا سادة الثاني في المباراة والراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد العزري ومن تابع الكرة الأخيرة في المرمى والراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد تلغي الهدف الإعادة كانت تقدم شوية على آخر مدافع حكم يحتسب هدف فريق الفتح الرباطي بعد تأكد من الكرة الماضية شاف كأنه كان تغطية من طرف المدافع مدافع حسنية أكادير كما يوضح خط التسلل الوهمي وبالتالي هدف لفريق الفتح الرباطي الإعادة وضحت ما حدث بالضبط في الكرة الماضية والفتح الرباطي يا سادة متقدم في النتيجة موسى وإبعاد الكرة لحسنية أكادير ياسين رامي حمص القلعي نحو الحسن باي حسنية رغم أنه متأخر في النتيجة 2-1 لكن جولة ثانية كانت أفضل بكثير من الجولة اللي لعبها الجولة الأولى طشطش كرة والإمكانية افتقد اللمسة الأخيرة يانيس 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 محاصر إمكانية والتسديد والهدف والراية مرفوعة من طرف الحكم المساعد في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع حالة تسلل تلغي الهدف تنفيذ رائع كرة في منطقة الجزاء والتغطية من دفاع فريق الفتح الرباطي محاولة عكس هذه الهجمة هناك انطلاق مهدي البسال مهدي البسال لكن تصل الجرباوي الجرباوي ينقل كرة للأمام والتغطية من دفاع فريق الفتح الرباطي الفتح الرباطي والريان على ورقة الهجمة المرتدة مهدي البسال في أدوار هجومية ذا المرة مهدي البسال العزري العزري يبحث عن نوري كرة تسدد في الشباك الخارجية قد يندم عليها كثيرا فريق الفتح الرباطي يعني تضيع مثل هذا الفرص في الدقيقة الأخيرة من المباراة والنتيجة 2-1 لفريق الفتح الرباطي كرة للأمام للأمام النوري 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 بلمسة 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 مين بلمسة مين بلمسة مين والتغطية في آخر لحظة من باي من الحبيب باي الذي يبعد الكرة في التماس فرصة وفرصة للفتح الرباطي يانيس بشمعة من الجهة اليمنى في دفاع الحسنية والتغطية من مهدي البسال مهدي البسال عكس الهجمة من مهدي شوف الدور الكبير اللي يقوم به مهدي البسال في الدقيقة الأخيرة من هذه المباراة النوري للباسل باسل باسل الباسل ينهي كل شيء في هذه المباراة خبرة مهدي البسال تنهي كل شيء في هذه الليلة في دور الحاسم في دور العنصر المؤثر لما يكون عندك لاعب بقدرات وإمكانيات مهدي البسال يكون الخاتم بهذا الطريقة هذا هدف ممتاز جدا هدف ممتاز جدا سرعة التحول من موقعه كمدافع أوسط شاف المساحة كانت عنده جرأة للتقدم للأمام ويتمكن من بلوغ الهدف هو من صنع الهدف ضربة زاوية للحسنية الفرصة الأخيرة في المباراة ككل الحسنية يبحث عن تقليص النتيجة كرة في منطقة الجزاء والتغطية من دفاع فريق الفتح الرباطي والحكم السيد جمال بالبصري ينهي هذه المواجهة بتفوق فريق الفتح الرباطي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد هنيئا للفتح الرباطي وحظ موفق لنادي حسنية أكادير في المباريات المقبلة على أمل أن ألقاكم في مباريات المقبلة دمتم في رعاية الله